فيديو النهارده هنجرب سحس. من ساعه ما جيت السعوديه وكله بيقول لي جرب سحس جرب سحس. ماشي اهو اهو يا باشا سحس اهو. طبعا حابب اقول حاجه سلام للسحس، وحابب برضو اشكر كل الصف اللي جوه، الصف عسل لذيذ. اول ما دخلت قلت له كان صور، قال لي يا باشا دوس صور يا باشا واعمل اللي انت عايزه. فيلا بينا ندخل ونشوف هنطلب ايه. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ انا عايز هو اب اند داون برجر ساندوتش بس، وعايز فحم وجبه برجر، وعايز هات لي ابيتايزر كده عندنا. ايه الابيتايزر؟ ماشي سحس اللي هو ايوه هو دوت رايز عليه اربع صوصات. ماشي بطاطس الشارع مشهوره. تمام. وعايز باكن تشيز العاديه. حلو. وفي بقى عندك حلا صح؟ في متل. ماشي طلبنا الاكل وكل حاجه 100 100. طيب احنا حاليا دلوقتي مستنيين الاكل، وعبال الاكل ما يجي بقى ظبطنا شير لايك ظبط كده. عايزين صحتي النهارده 10000 لايك وشير كتير وظبطنا. اه صحيح ما سلمتش عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد عصام من قناه عصام. ايه اخباركم؟ ايه عاملين ايه؟ كله تمام ان شاء الله يكون كله تمام. تعالى كده عقبال الاكل ما يجهز اقول لكم المنيو عباره عن ايه. المنيو عباره عن 3 4 حاجات بس بسيطه. عندك برجر لحمه، عندك حاجه اسمها اب اند داون فحم واجيو، دبل سماش برجر، اوريجينال ترافل واجيو، سويت ترافل واجيو، هكذا. وعندك بقى برجر فراخ، بس مش برجر فراخ، لا فراخ فراخ اللي هي مقليه. عندك اوريجينال تشيكن برجر، ناشفيل تشيكن برجر، ماكن تشيز برجر، وهكذا. وعندك بقى المقبلات، عندنا سحس ستريت فرايز دي طلبناها، وعندنا ناشفيل تشيكن فينجر وماكن تشيز وتشيكن فرايز. ده كده بالنسبه للمقبلات. عندك بقى صوصات، وعندك اضافات، وعندك بقى الحلا اللي هو الحلويات، حاجه اسمها قرمشني نوتيلا. فانا ظبطت مع المكان وهينزل لنا حاجه حاجه. فهنبدا اول حاجه بالابيتايزر المقبلات. استنوا كده اتفرجوا على المكان بالمره. بصوا المكان من جوه عامل ازاي. ترابيزات والمكان بيتحضر قدامك وشغال. بص انتبه للرقم، وانا اهو مكتوب ورا جوعني جامد. بالمناسبه صحيح عايز اشكر اللي وصلني هنا، اسمه مصطفى من اليمن، بجد كان شخص لذيذ جدا يعني بصراحه. وصلني لغايه المكان عند الباب، لان المشكله عند سحس عندهم تقريبا ترميمات تصليحات حاجه كده بره المكان، فالواجهه مقفوله فما بتعرفش تخش غير من ورا. بتلف كده لفه بالعربيه وتقعد تخش كده في شوارع غريبه لغايه ما توصل وتخش الواجهه من جنب المطعم، حاجه كده هتوه انت يعني. فانا كان حظي ان كان في شخص يمني هو اللي وصلني هنا بصراحه يعني، حابب اشكره جدا. انا حاليا دلوقتي رايح مطعم سحس ومعايا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك مصطفى. استاذ مصطفى من اليمن. اهلا وسهلا فيك يا حبيبي. استاذنا الله يعطيك العافيه يا حبيبي. عملنا خصم في الرحله ولا يهمك ولا عيوني لك يا حبيبي. حبيبي عيونك انت اخوان المصريين على ان وراسنا. تسلم يا غالي. طب اتبعنا يا مصطفى احلى تحيه. ايوه بقى انزل لي بقى. تسلم يا غالي. شكرا. اذن اول حاجه هو الابيتايزر المقبلات. انا طلبت حاجتين من المقبلات، طلبت حاجه اسمها سحس ستريت فرايز وطلبت ماكن تشيز. هنبدا اول حاجه بسحس ستريت فرايز ونشوف عباره عن ايه. دي عباره عن فرنش فرايز معاها صوص البلاك وصوص الجرين تشيلي وصوص الريد تشيلي وصوص الثوم، عباره عن كوليكشن كده. سعرها عامل 18 ريال ودي كشكلها عن قريب صراحه. كميه محترمه مظبطين الصراحه بالصوصات والحركات دي. بقى الحاجات اللي هي جايه معاها، جايبين كاتشب اول حاجه، كاتشب شوك مناديل والكلافزات. انا بقى بحب الكلافزات دي، نوع حلو قوي غير التانية. اكياس الكياس تقعد تهروش كده في ايدك، لكن دي لا تمسكها وتاكل براحتك، فكره حلوه قوي. نبدا اوبا اوبا على الترابيزه. بصوا طبعا نقول بسم الله واتس ده مش طايم وحنقت زوج بالمره يعني. بسم الله. مختلفه بس سبايس سنه. البطاطس مع الصوص تطرى قوي وبتشرب الصوص، طعمها حلو قوي. بصوا سبايسي اه بس مش مضايقني. بصوا انا مش عارف افرق الصوصات بعض، بس هي صوصات كتيره قوي على البطاطس مخليها كده طريه وشاربه صوصات كتيره فحلوه. فكبدايه بدايه موفقه قوي قوي. كمان ندخل على تاني شيء في الابيتايزر وهي الماكن تشيز. سعرها عامل 9 ريال، عباره عن مكرونه وصوص جبنه وجبنه موتزاريلا وصوص باربيكيو. بصوا عامله ازاي، حجمها صغير بس حلو ومعاها صوص باربيكيو. نفتح كده الصوص نجرب الاول من غير صوص ومره بصوص وندوق. بسم الله. بص بص شده. واو اوه هي مش ماكن تشيز تقليديه يعني، ماك مع تشيز مع موتزاريلا. فكره الموتزاريلا اللي بتمط دي جامده قوي ونوعها حلو وطعمها حلو برضه. نحط الصوص بقى صوص الباربيكيو. شد معايا شد. بس لو هتقارن ده بده فبطاطس لا احلى ولذ. فكره حلوه بصراحه. طيب وصلنا كده للمرحله اللي بعد كده وهي السندوتشات بقى. انا جبت 3 سندوتشات، جبت 2 لحم وواحد دجاج. جبت في اللحم اب اند داون برجر وجبت فحم واجي برجر، تقريبا ده اشهر حاجه عنده. تعال نبدا اول حاجه بالفحم واجي برجر. ده عباره عن لحم الواجيو معاه جبنه شيدر وكاتشب وطماطم وصوص باربيكيو وخبز البرجر المشوي. سعره عامل 35 ريال. ها هو بص 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 الحركه بقى المشهوره. بص عامل ازاي جامد المطه والحركه. فكه كده هو بصراحه حجمه صغير على سعره بس شكله حلو وريحته حلوه. بسم الله. طعم الشوي باين والعيش طري قوي.
ندخل بقى على الاب اند داون برجر. ده عباره عن لحم برجر مع جبنه شيدر وبصل سوتيه وصوص كلاسيك وخبز البرجر. سعره عامل 24 ريال، ارخص من الفحم بس حاسه اكبر. بصوا ده سعره كويس. اب اند داون ان هما جايبين العيش وقلبينه بالصوص. شايف البرجر مع البيكلز مع الجبنه مع العيش. بس عجبني حوار الكراست اللي بره ده. قول بسم الله. صدق ده عجبني اكتر، عجبني اكتر من الفحم مش عارف ازاي، مع ان الفحم اصلا نوع لحم نضيف واجيو. الفكره ده طبقتين، طبقتين من اللحم، واكتر حاجه طبقه اللحم حلوه قوي. حاطين هنا صوص بيفكرني صوص ماك مش عارف ليه. طيب كده احنا خلصنا اللحمه، ندخل بقى على الفراخ. هنا انت عندك كذا نوع فراخ، عندك اوريجينال تشيكن برجر، عندك ناشفيل تشيكن برجر، عندك ماكن تشيز ناشفيل برجر، وده اللي انا جبته بقى الصغير ده اللي هو ميني اوريجينال تشيكن برجر. اوريجينال عادي بس على اصغر شويه. ده عباره عن صدر دجاج مقرمش مع كول سلو مع جبنه شيدر وصوص كوكتيل وخبز البرجر. سعره حلو، سعره عامل 20 ريال. ما تحولش مصري، لازم اقول لهم ما تحولش مصري عشان ما يتخضوش. يلا بينا نجرب. بص عامل ازاي ساندوتش مخدوم صح. بص كميه الصوص والكول سلو والفرخه. بص الفرخه عامله ازاي. يدوب بسم الله. الفرخه طعمها حلو مش مزيت، مش هقول لك مبهر قوي، تبهير بسيط بس عجبني. هو طعم زي مش باين فيها كل سلوم، اداها اضافه حلوه. اكتر حاجه عجبني ان العيش بتاعهم نوعه كويس وطري. لا بصراحه معظم الاكل لغايه دلوقتي مش وحش يعني، كله حلو ولذيذ. نيجي بقى لاخر حاجه معانا وهي الحلا. لغايه دلوقتي اكتر حاجه عجبتني ده البطاطس دي، حلوه قوي مع الناس بايسي بس حلو. الجرز هم بيستخدموه حلو قوي، مش بيعمل صوت كده، بس مشكلته هو يخلي ايه تعرق. انا هتسلى بقى لحد ما يجي حلو. وصل اخيرا اخر حاجه معانا وهي الحلا، اسمها قرمشني نوتيلا. دي بقى عباره عن ايه؟ دي عباره عن حاجه مقرمشه كده وسكر بودر ونوتيلنا وكورن فليكس ومارشميلو. سعر الحلا عامل 28 ريال. بص شكلها عامل ازاي عن قريب بقى، حاجه مقرمشه كده اعتقد محشيه بس مارشميلو ولا ايه، ونحط عليها نوتيلا. هيبان دلوقتي. على اول حاجه ندوقها كده من غير حاجه، نقطع كده. لا محشيه تصدقوا، محشيه نوتيلا ومحشيه مارشميلو. بص عامل ازاي. بسم الله. طحنة والمارشميلو نوعه حلو وطري كده ولطيف. عايز امسك بايدي. بص المارشميلو، بص انزل بقى بالنوتيلا. بص بقى هغرقها. غرق يا باشا غرق. نجرب بقى وهي متغرقه. انا ما اعرفش بيشويها ولا بيقليها ولا بيحطها في فرن ولا حاجه، مش حاسس اي حاجه بطعم زيت. الناس لما قال لي ان في كورن فليكس قلت اكيد ده بقى هيتحط في الزيت ويبقى كله مزيت وحالته حاله، لكن لا مش مزيت خالص. بيقرمش حلو. واصلا الاكله دي كلها بتفرق مع المارشميلو، لو نوع المارشميلو وحش هيتبقى وحش، لكن نوع المارشميلو راضي نوع حلو قوي، كواليتي نضيف فحلوه فعلا. قرمشني قرمشني نوتيلا. بصوا هنخلص الحلقه بره بقى، هطلع كده اتكلم براحتي. طيب يلا بينا نطلع بره واقول لك الدنيا ماشيه ازاي. كبدايه كده صراحه مطعم ابهرني قوي، الكواليتي بتاعته كويسه، اسعاره غاليه بس الكواليتي بتاعته حلوه. طبعا عندك اي خبره في السعوديه بقى بتاع اسبوعين ولا حاجه، هقول لك مثلا ساندوتش برجر ب 35 ريال لا زايد شويه، ولكن ككواليتي مقابل سعر حلو الصراحه عجبني. وهقول لك دلوقتي ايه اكتر حاجه انا حبيتها. حبيت اول حاجه وهي البطاطس، البطاطس بالصوص بالحركات. بعد كده الاب اند داون برجر كان حلو، الواجي برجر شكله حلو ولكن مش عارف هي ولا ايه، بس ما حسيتش فرق طعم الواجيو عن طعم البرجر العادي مش عارف، بس كان طعم بالنسبه لي قشطه حلو شغال. والحلا يا جماعه لوحده بقى جامد قوي، فكرته حلوه قوي. مارشميلو كده تاكله هو تقيل بس هتخلصه كله مش هتجزع قوي برده، هتبقى بسيط. المهم دي كانت حلقه النهارده، وزي ما انتم طلبتوا مني حلقه عن سحس. عايزين بقى نوصل حلقه النهارده ل 10,000 لايك في اسرع وقت ممكن، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه. ونشوفكم كنت هقع، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه. وكان معكم محمد عصام. لايكات كتير، شير كتير، سبسكرايب كتير، ولسه مستمرين في السعوديه وتحديدا في جده. سلام.